الزوجة تاع الإنسان اللي دار البارح 13 مارس حادث في بلدية بوكران وقص فيه بزاف ناس منهم اللي توفاو، وأنا راني هنا باش نعزي كل العائلات تاع اللي توفاو لهم أحد من الأهل. ونتأسف على كل حال ونتأسفو كاع، حتى الزوج تاعي راهو مريض منهم من هذه الحالة، رانا نطلب لكم السماح. وحتى من الناس اللي عندهم ولادهم راهم في المستشفى يعني مضرورين، نطلبوا من ربي سبحانه الشفاء والشفاء التام حتى ولو كان الضرر قصير، ونعاودوا نطلبوا منكم السماح. ومن جهه اخرى نعلمكم ان الزوج تاعي راهو في عمره 56 سنه، راهو معروف عند الجيران وعند كاع الناس انه ماشي من النوع اللي يتسرع يستعمل السرعه ولا يعني كاش ما دار خطا، لا كان مريض وراهم الاطباء راهم شافوه بلي يعني طلعت له لاتونسيون الضغط الدموي وحتى السكر الداء السكري حتى السكر طلع له، هادو هما السببين. وصرات له كاتبه من عند ربي تقدرت كي كان يسوق داخل جيل دارو، هذا ما كان هكذا صرات ومقدره عند ربي، ماذا بينا تفهموه وتسمحوا له وتسمحوا لي. بارك الله معكم. الله يسلمك.